كابتن عقبال، يمكن حضرتك الوقت اللي كنت موجود فيه في بيراميدز الناس يعني واخد انطباع عن حضرتك ان حضرتك هادي جدا، يعني حضرتك راجل يعني بسم الله ما شاء الله حسن الخلق كده، وراجل ربنا مش يخليك، بتاع مشاكل ولا ربنا بتاع يبارك لك حبيبي. بروباجندا. الناس وحضرتك موجود يعني ما حسوش يعني باي حاجه، او طبعا حاسين بمستوى حراسه المرمى، لكن كابتن عقباوي الناس فاكره ان هو موجود لحد دلوقتي عشان هو راجل مالوش صوت، ما بيتكلمش، ما بيطلعش، دي ما حقيقة. بيعاقبش، ما بينتقدش. يعني بنتفاجأ او اتفاجئنا او انا من الناس اتفاجئت قريب ان حضرتك مش موجود في جهاز بيراميدز. ايه اسباب رحيل حضرتك، او ايه اسباب ان حضرتك رحلت عن بيراميدز في ظل ان حضرتك كنت موجود من البدايه، ويعني بسم الله ما شاء الله مستوى حراسه المرمى في تقدم، لان انا عارف ان المفروض الناس تحافظ على الناس اللي موجوده طالما شغالين كويس. والناس فعلا كانوا عايزين يحافظوا عليا. انا اولا انا فخور جدا ان انا اشتغلت في المكان ده، ومع كل اللي موجودين، سواء باشمهندس ممدوح عيد وعمرو بسيوني وهاني هاني سعيد وكل الناس ومجلس الاداره. انا سعيد بالفتره ومبسوط جدا بالفتره، ولما وانا ماشي 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 برضا وبرضا يعني نفسي مرضيه جدا، لان ان القرار ان هم زي ما حضرتك قلت كده، ان ازاي هم شايفين في استقرار في المكان ده ويستغنوا عني. لا، هو للامانه عشان ما اظلمش الناس كانت متمسكه بيا جدا ان انا ابقى موجود في الجهاز ده، برغم ان الراجل جايب معاه مدرب حراس مرمى، واصروا ان انا ابقى موجود. وحضرت المؤتمر الصحفي، وكنت على فكره موجود في المؤتمر الصحفي، والناس كانوا متمسكين بحضرتك. وكانوا متمسكين طب انا بكل احترام ليهم. ممكن اقول لك على رايي. انا شايف ان المدرسه الكرواتيه، مع كامل الاحترام والتقدير للشخص اللي اختار وجود المدير الفني الحالي، هو اختيار مش في محله. الدليل ان بيراميدز مستواه متذبذب جدا، واعتقد ان الراجل عايز يمشي. فمدرسه الكرواتيه في مصر مش بس مدير فني، ده كمان حراس. فانا شايف ان وجود وبقاء حضرتك على راس الجهاز الخاص بحراس المرمى كان لازم امر ان هو كان يتم حسمه والراجل يجي لوحده. دي كانت وجهه نظري. والله بص، انا ما اقدرش اتكلم في كده، طبعا هم اضرب القصه دي، او يمكن ممكن يكون الراجل هو اللي اصر، ما يكونش منهم هم خالص. لان دلوقتي الواضح ان كل جهاز بيجي او مدير فني بيجي بجهازه، وبيحب يبقى معاه مدرب حراس مرمى. ولكن الناس يعني هاني كمان باستشاره من او من كلام من باشمهندس ممدوح عيد، ان العقبه بيبقى موجود معانا، واعتذرت بالشياكه لهاني، لاني طبعا انا كنت حسيت ان انا ممكن ما يكونش ليا دور، ان الراجل طبعا اكيد هيستشير الراجل اللي جاي معاه. وطبعا وهقول لك حاجه تانية، يعني انا كنت برضو حاططها في الحسبان، بس انا ما رضيتش اقولها عشان ما يفتكروش ان انا بقولها بطريقه يعني او بتنبأ بحاجه غلط. يعني ان لا قدر الله لو كان في سوء توفيق للحراس المرمى في وجود 2 مدربين حراس مرمى، هتبقى في خلاف كتير جدا. بس يا كابتن يعني انا بسبب طب ليه ما تعرضش على حضرتك يعني تبقى موجود في الجهاز الفني بعيدا عن حراس المرمى، يعني تبقى مثلا مع الكابتن فتح الله، ولا حضرتك مش حابب تاخد الكارير اللي هو بتاع الفني ملوش علاقه بحراس المرمى؟ هو ما تعرضش عليا عشان كده، انا ما اتكلمتش فيه او ما حدش كلمني فيه، ولكن الناس كانوا مقدرين ان انا ابقى موجود. وهاني سعيد كلمني بكل احترام وادب، وانا بعزه جداً, جدا جدا جدا، شخصيه جميله جدا. عمرو بسيوني شخصيه جميله جدا، بحترمهم كلهم على راسي يعني، ولكن انا حسيت ان انا ممكن ما يبقاش ليا دور، فانسحبت كده بهدوء باحترام عشان خاطر بس. ما لان تخيل لو كان ممكن يكون مدرستي غير مدرسته، يعني شخصيتي غير شخصيه المدرب، فانا ليا اتجاه وهو ليه اتجاه، ممكن نختلف. فانا حبيت ان انا انسحب عشان ممكن ما يحصلش صدام في القصه دي. صحيح. وبعدين يجي مثلا الحراس، لا قدر الله يحصل هزه ليهم ولا حاجه، اكيد هنلوم بعض احنا الاثنين، لا ده شغلي ده شغله. ففضلت ان انا انسحب بهدوء بكل احترام وادب، وانا بحترمهم جدا جدا، لان انا مبسوط جدا بالفتره اللي انا قعدتها في بيراميدز، فبشكرهم جدا يعني والله.